ازيك يا شباب؟ فيديو جديد من كورس الـ Differential Equation. احنا كنا واخدين يجي 5 طرق تقريبا. خدنا الـ Separable Equations اللي هي الـ Equation ده ممكن افصل منها الـ Y داش من الـ X والـ Y وكامل الـ Y بالنسبة للـ Y وكامل الـ X بالنسبة للـ X واجيب Y function في الـ X. خدنا النوع بعديه بالـ Substitution، بنرجع للـ Separable. احنا مثلا يكون عندنا مثلا function فيها واي واكس مجموعين او مطروحين، كنا بنشيلها على بعضها ونحط مكانها زد ونعوض بالزد دي ونخليها فانكشن في الزد بس، ونكمل ونجيب الزد فانكشن في الاكس، وبعدها بنشيل الزد ونرجعها بالواي تاني بتاعتها ونجيب الواي فانكشن في الاكس. بعدها خدنا حاجه اسمها الهوموجينيوس، حاجه شبهها شويه بس ليها شرط ان الفانكشن بتاعتي الواي داش بتاعتي تكون على صوره الواي على الاكس بس. ساعتها كنت بشيل واي على الاكس واحط مكانها في واكمل برضو واعوض كل واي على الاكس بالفي بتاعتها، واعوض الواي داش بالتعويضه بتاعتها بعد ما اجيب الفي، يعني بعد ما اجيب في داش واجيبها. بعدها خدنا الاكزاكت ايكويشن، وخدنا اللي هي بالصوره بتاعتها، وكنا بنجيب الام واي والان اكس ونساويهم ببعض. لو بيساووا بعض كنا بنحل ب3 طرق مختلفين، التلاته صح عادي. لو مش فاكرهم ارجع للفيديو شوفه بسرعة. بعدها بقى خدنا حالة اسمها لو integrating factors، اللي هي لو ما بيساووش بعض، لو ال my ما بتساويش ال nx. كنا بنجيب حاجة اسمها ال integrating factor، دي كانت ميو function في ال x او ميو function في ال y، وكنا بنضربها في ال function بتاعتي كلها ونعيد من اول الحل بتاعي بأي طريقة من التلاتة. بس كده ال5 طرق اللي فاتوا. عندنا بقى حاجه جديده، طريقه جديده اسمها لينير ايكويشن. اللينير ايكويشن دي نبدا كانت هي بتبقى على شكل الواي داش زائد اي فانكشن في الاكس مضروبه في الواي بتساوي اي فانكشن في الاكس تانية، او الاكس داش او اللي هي بقى دي اكس على دي واي زائد اي فانكشن في الواي مضروبة في الاكس تساوي اي فانكشن في الواي. دي كده linear in y، ودي اسمها linear in x. يبقى ناخد بالنا بقى الواي داش بتاعتي لوحدها زائد مجموع عليها فانكشن في الاكس مضروبة في الواي لوحدها مرفوعة الباور 1، ده لازم بتساوي اي فانكشن في الاكس تاني، او ده linear in y او linear in x. التفاضل x بالنسبة لل y لوحدها اللي هي كأنها ال y داش بالصورة بتاعتها يعني، زائد اي function في ال y مضروبة في ال x، طبعا دي برضو مرفوعة باور 1، وبتساوي اي function في ال y. وطبعا المعامل اللي جنب ال y داش او ال dx over dy لازم يكون 1 برضو. فدي الصورتين بتوعي. طريقة الحل بتاعتها مش صعبة خالص، ومش مش مش اللي هي هنمسح حتة فين. طريقة الحل بتاعتها مش صعبة خالص وسهل انك تبقى فاهمها وحافظ طريقة الحل بسرعة من غير ما تتلخبط فيها يعني. ممكن ناخد مثال كده عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. هي طريقة الحل بتاعتها ان احنا بنجيب حاجة اسمها الميو، الميو فانكشن في الاكس او الميو فانكشن في الواي على حسب انا بحل بانهي لينير، يعني لينير ان واي ولا لينير ان اكس. لو بحل لينير ان واي انا بجيب ميو اوف اكس، لو بحل لينير ان اكس بجيب الميو اوف واي. يعني عشان تبقى واخد بالك، لو الفانكشن بتاعتي هنا في اكس وهنا في اكس بجيب الميو فانكشن في الاكس، لو الفانكشن بتاعتي هنا في واي وهنا في واي بجيب الميو بتاعتي فانكشن في الواي. ممكن ناخد مثال دلوقتي وطريقه الحل بتاعتها هنقولها في المثال. مثلا بيقول ان x y داش ناقص 2 y بتساوي 2 x باور 4. طبعا هتجرب بقى الطرق اللي فاتت، لو ما نفعتش تبص على اللينير. انت لو قسمت على x هنا هتلاقي ان ال y داش بتاعتك بتساوي سالب 2 على x y بتساوي 2 x باور 3. اهي ال y داش لوحدها والمعامل بتاعها واحد، ال y جنبها فانكشن في ال x والواي مرفوعة باور 1، وعندك دي فانكشن في الاكس لوحدها. يبقى دي كده اسمها ايه؟ اسمها لينير ان واي. يبقى احنا هنحل لينير ان واي. اول خطوة بعد ما تحدد انها لينير ان واي بتجيب الميو اكس. قلنا لو الفانكشن بتاعتي اللي هنا وهنا فانكشن في الاكس بجيب حاجة اسمها الميو اكس. الميو اكس دي بتساوي اي باور تكامل معادلة دي اكس. المعادلة دي هي ايه؟ هي البي اوف اكس.
طب ايه هي ال بي اوف اكس يا عم؟ ال بي اوف اكس اللي هي دي اللي انا جبتها هنا، اللي هي بتبقى جنب الواي، يبقى ال بي اوف اكس اللي انا بكملها في الباور بتاع الاي دوت هي اللي جنب الواي هنا، يعني الميو بتاعتي بتساوي تكامل سالب 2 على اكس في الحالة دي، دي اكس طبعا فانكشن في الاكس يبقى دي اكس بتساوي اي باور لين اي باور سالب 2 لين، يعني دي المفروض سالب 2 لين الاكس، واحد على اكس سالب 2 لين اكس. وطبعا قلنا في فيديو قبل كده مش فاكر كان في انهي، ان اي باور اي حاجه بتساوي الحاجه دي، فاحنا ممكن ندخل السالب دي 2 جوه اصلا تبقى اكس باور سالب 2، والاي هتروح مع اللين فهتبقى لي اكس باور سالب 2 اللي هي واحد على اكس سكوير. كده انت اول خطوه في مساله، وتقريبا 50% من حل المساله خلص انك جبت الميو اكس. الخطوه اللي بعدها على طول انك بتجيب الواي بقى بتاعتك، بتجيبها ازاي؟ بتقول الميو اوف اكس دي مضروبه في الواي بتاعتك بتساوي انتجريشن معادلتين مضروبين في بعض. المعادله الاولى اللي هي الميو اوف اكس في الكيو اوف اكس، وطبعا دي اكس طبعا، دي يعني دي كده معادله محفوظه، ودي المفروض معادله محفوظه اللي هي دي كده ودي كده، دي كده حل اي طريقه لللينير ايكويشن. يبقى انا مرضيتش اقولها في الشرح عشان ما تريليت معايا وانا بحل كده. يبقى طريقه الحل انك اول ما تحدد انها لينير ان واي او لينير ان اكس بتجيب الميو، بعد ما تجيب الميو اللي هي واحد على اكس سكوير جبناها هنا بتضربها، او بتجيب بقى الميو في اكس دي بتضربها في الواي بتساوي انتجريشن هي نفسها الميو في اكس بتضربها في الكيو. هنا انا بكامل بي اكس اللي جنب الواي، هنا بضرب الميو في الكيو اللي هي لوحدها هنا. لو جينا حللنا دي هنلاقي تكامل واحد على اكس سكوير مضروبه في 2 اكس باور 3 دي اكس، اللي هي لو اكس سكوير راحت مع هنا هيتبقى لي تكامل ال 2 اكس دي اكس، والكلام دوت باكس سكوير زائد سي. يبقى الحل بتاعك ايه؟ الميو اكس بتاعتك انا طلعتها واحد على اكس سكوير في الواي بتساوي اكس سكوير زائد سي، وده الحل بتاعك. عايز تضرب في اكس سكوير فهيبقى عندك الواي بتاعتك بتساوي اكس باور 4 زائد اكس سكوير في السي، وده الحل بتاعك. اسف، وده الحل بتاعك. المسألة خلصت. خلي بالك انك في هنا الميو اوف اكس دي انت بتكملها جنب الكيو اكس، بس الميو اوف اكس دي انت ما بتكملهاش، فما ينفعش توديها هناك الا بقى كنا اشتغلناها مع بعض اصلا. بس الميو اوف اكس اللي جنب الواي انت بتسيبها خالص جنب الواي بعد ما تكمل وتخلص تكمل، بقى عايز توديها هناك وديها، عايز تسيبها لو في شكل المعادله صعب سيبها. بس ده يعتبر اللينير ان واي. ممكن نشوف المساله دي برضو. لو احنا عندنا واي داش ناقص واي في اكس هنا وفي اي باور اكس هنا، انا شايف الواي داش مش جنبها حاجه والواي مرفوع باور 1، ففكر في اللينير يعني عادي. فهلاقي لو قسمت على اكس هلاقيها واي داش ناقص واي بتساوي اي باور اكس على اكس، بس انت بقت عندك لينير ان واي خلاص. الواي داش معاملها واحد عادي، الواي مرفوع باور واحد والمعامل بتاعها سالب واحد، فانت عرفت تحدد البي اوف اكس بتاعتك بسالب واحد، والكيو اوف اكس بتاعتك اللي هي فانكشن لوحدها هي الاي باور اكس على اكس. انت يعتبر كده خلصت المساله اصلا. يعني اهم حاجه في المساله انك تحدد لها لينير وتطلع البي اوف اكس والكيو اوف اكس. فاول احنا قلنا اول خطوه بعد ما نحدد ان هي لينير بنجيب الميو اوف اكس هتساوي الاي باور تكامل السالب واحد دي اكس بتساوي اي باور سالب اكس، ودي الميو اكس بتاعتك، الميو فانكشن في الاكس بتاعتك. لو لينير ان اكس فانت الميو في واي دي هتبقى ميو في واي عادي، ودي هتبقى نفس اللي جنب الاكس اللي بقى هنا اللي هي دي اللي هي البي اوف واي، بتكملها عادي وتطلع دي فانكشن في الواي، مفيش اي مشكله في الفرق، يعني هي بس دي في اكس ودي في واي مفيش اي فرق بينهم. بعد كده اول خطوه بتجيبها بعد ما بيجيب الميو بتقول ان الميو اوف اكس دي اللي هي اي باور سالب اكس مضروبه في الواي بتساوي تكامل حاجتين مضروبين في بعض. الميو بتاعتك مضروبه في الكيو اكس بتاعتك اللي هي اي باور اكس هنا على اكس دي اكس،
هتلاقي الاي باور سالب اكس راحت مع الاي اكس، هيتبقى عندك واحد على اكس بس، تكامل واحد على اكس دي اكس، اللي هي تبقى اي باور سالب اكس في الواي بتساوي لين الاكس زائد سي. عايز تضرب في اي باور اكس اضرب، مش عايز سيبها كده بس احنا ممكن نضرب عشان سهله. هتلاقي ان الواي بتساوي اي باور اكس لين اكس زائد اي باور اكس في السي، وده الحل بتاعك. انا كاني قسمت على اي باور سالب اكس يعني، فلما قسمت على اي باور سالب اكس كاني بضرب في اي باور اكس يعني، مفيش اي فرق. بس ده يعتبر لينير ان اكس لينير ان واي، هي لينير ان اكس لو قابلتك مساله. فانت الشغل بتاعك في الديفرنشال ايكويشن اصلا انك تقعد تلعب في المعادله لحد ما تطلع لك طريقه من السبع طرق. دي يعتبر طريقه لوحدها، لانك تحدد بس ان هي لينير وتعرف تجيب الميو وتعرف تجيب المعادله ديت، وشفناها في المساله اللي فاتت المعادلتين اللي هم بيحلوا اي مساله لينير يعني، انك بتجيب الميو بعد كده بتعوض في القانون دوت وتجيب منها الواي، او بتجيب منها الاكس لو هي لينير ان اكس يعني. بس دي يعتبر لينير ايكويشن. خلصت الجزء الثاني في الفيديو بتاعنا النهارده، حاجه اسمها برنولي ايكويشن، هي يعتبر لينير ايكويشن بس فيها اختلاف بسيط او سبستيتيوشن معين هيرجعني لينير تاني. ايه هو السبستيتيوشن؟ احنا لو شفنا الشكل بتاع المعادله ديت هنلاقيها واي داش تمام زي اللينير، بي اوف اكس في الواي تمام زي اللينير، بتساوي كيو اكس تمام زي اللينير. الاختلاف الوحيد ان في هنا واي باور ان، واي باور 2 بقى، واي باور 3، واي باور اي حاجه، بس موجود حاجه المفروض ما تبقاش موجوده. لو مش موجوده خلاص المفروض بعملها لينير. فلو مشيتها عادي عشان اخليها لينير ممكن اقسم على الواي باور ان دي اتخلص منها، او بضرب مثلا في واي باور سالب ان يعني، فهلاقيها مثلا واي باور سالب ان في الواي داش زائد البي اوف اكس عادي. لو ضربت في واي باور سالب ان وانا عندي واي هنا هتلاقيها بقت واي واحد ناقص ان بتساوي الكيو اوف اكس. حلو حلو. السبستيتيوشن اللي هعمله او التعويض اللي هعمله ايه؟ اللي انا هاخد الواي دي كده واساويها بزد، طبعا كل ما نتزنق هات حاجه وساويها بالزد، فانا هاخد الواي بار واحد ناقص ان دي واساويها بالزد. هلاقي نفسي لو كملت، لو اشتقيت قصدي عشان اجيب الزد داش بقى واعوض عن الواي داش معاها، هلاقي ان الزد داش بتاعتي بتساوي، انا بكمل بالنسبه للاكس، اي تكامل عندي في المعادلات دي بتبقى كلها فانكشن في الاكس، فالزد داش دي يعني زد بالنسبه للاكس. فلو كملت الواي بالنسبه للاكس هلاقي بقت واحد ناقص ان كده في الواي، وانقص من الباور دوت واحد هيبقى سالب ان، وهضرب في المشتقة بتاعت الواي. ليه؟ كأن ديت مر دي كأن الواي باور فين؟ كأن الواي باور واحد ناقص ان دي الواي ده كوس كده. فكنت بعمل ايه؟ كنت بنزل الباور دوت هنا واطرح منه واحد واضرب في المشتقة بتاعت اللي جوه الكوس اللي هي الواي داش هنا، فهيبقى بالشكل ده. فلو رجعت بقى عوضت عن الاتنين دول كده، المعادلة دي والمعادلة دي، عوضت عليهم عوضت منهم يعني في المعادله بتاعت دي، كنت هوصل لايه؟ لقيت ان الواي سالب ان دي في الواي داش اهي، الواي سالب ان في الواي داش هتساوي ايه؟ هتساوي زد داش على واحد ناقص ان، هتساوي زد داش على واحد ناقص ان زائد البي اوف اكس زي ما هي، الواي واحد ناقص ان دي هي الزد بتاعتي بتساوي الكيو اوف اكس بتاعتي عادي. انا عايز التارجت بتاعنا انا اخليها لينير، فاللينير بتاعي ان الزد داش دي الكوفيشنت بتاعها بواحد، فهضرب في واحد ناقص ان، فهوصل ان الزد داش زائد هضرب في واحد زائد ان، واحد ناقص ان في البي فانكشن في الاكس في الزد بتساوي واحد ناقص ان مضروبه في الكيو اوف اكس. طبعا دي شكل اللينير ايكويشن. ليه؟ الزد داش معاملها واحد مظبوط، الزد دي الباور بتاعها واحد مظبوط، دي يعتبر اعتبرها يعني دي كلها كده فانكشن في الاكس بتاعتي، ودي كلها كده فانكشن في الاكس بتاعتي التانية. فانت الزد داش موجودة براحتك، موجودة والزد دي موجودة براحتك. هتحل ازاي بقى؟ هتحل بنفس الحل اللي فات يعني، انت كل اللي هتعمله هتحل بنفس الحل اللي فات بعد ما تعمل التعويضتين دول كده. ما زي ما قلت لك ان كل طريقة بعديها بطريقة
بترجع لك الطريقه اللي قبل كده، فدي كده يعتبر نص حل المساله، بترجع لك الطريقه اللي قبل كده وبعد كده تحل الطريقه اللي قبل كده، مفيهاش اي فكره يعني. هنشوف فيها مساله ونحلها. لو شفت مثلا مساله دي يا شباب، المساله دي انت حاسس انها ممكن تنفع لينيا فجرب. فانت مثلا التارجت بتاعك انت تخلي الواي داش لوحدها والواي لوحدها، الواي مضروبة في فانكشن في الاكس وهناك يبقى في فانكشن في الاكس لوحدها. فانت اول حاجة ممكن تخلي الواي داش لوحدها، انك تقسم على الاكس، تقسم على الاكس هتبقى لك هنا واي داش، وتجيب الاربعة واي دي الناحية دي، فهتبقى سالب الاربعة على الاكس اللي انت بتقسم عليها في الواي بتساوي، وتودي ده هناك وانت قسمت على الاكس اصلا، فهتبقى لك 2 اكس بس في الواي باور نص اللي هي الروت واي عادي. اول هتعمل ايه؟ هتلاقي ان الواي داش بقت لوحدها تمام، هتلاقي الواي جنبها فانكشن في الاكس تمام، هتلاقي فانكشن في الاكس تمام، بس هتلاقي واي باور حاجه. واي باور حاجه دي رخمه، اقسم عليها او اضرب في الواي باور سالب نص، يعني هيبقى هنا واي باور سالب نص في الواي داش ناقص الاربعه على الاكس تمام في واي، هتضرب في واي باور سالب نص. لما تضربها في واي فدي واي باور 1 مضروبة في واي باور سالب نص، كأنك بتجمع واحد ناقص نص، فهتبقى لك نص، هي نص بتساوي الاتنين اكس. كنا بنعمل ايه هنا بقى؟ قلنا اللي احنا بناخد ده كده ونساويه بالزد، فنقول ان الزد بتاعنا هي الواي باور نص، ونقول ان الزد داش بتاعتنا هي النص، واي هننقص من نص واحد يبقى سالب نص مضروب في الواي داش. يعني خلي بالك انك تخلي دوت كده على بعضه هو اللي هنا، وتخلي الواي باور نص دي هي اللي هنا. فانت لما تيجي تعوض بالزد مكان الواي بقى، هتلاقي ان دي كلها على بعضها بقت هي الاتنين زد داش دي كده، لو ضربت في اتنين يعني هتلاقي 2 زد داش ناقص الاربعة على الاكس زي ما هي، الواي باور نص دي هي الزد بتساوي ايه؟ بتساوي 2 اكس. طب انت ما خدتش بالك من حاجة؟ اللي هي بقت زد داش، او لو قسمت على الاتنين كمان هتلاقي الاتنين دي راحت ودي بقت 2 ودي راحت، فهتبقى لك في الصورة الأخيرة يعني ان الزد داش ناقص 2 على اكس في الزد بتساوي اكس. طب دي بتفكرك بايه؟ بتفكرك باللينير، بس لينير ان ايه؟ يعني لينير في ايه؟ لينير في الزد. ليه؟ الزد داش موجود عندك، والزد موجود عندك مضروب جنبها فانكشن في الاكس عادي، وهناك في فانكشن في الاكس لوحدها، فدي لينير ان زد عادي جدا، هتحلها بنفس الطريقه اللي فاتت بس مفيش اي جديد. هتجيب الميو في اكس هتساوي ب اي باور انتجريشن البي اوف اكس اللي هنا اللي هي سالب 2 على اكس دي اكس، هتلاقيها بتساوي عندك اي باور سالب 2 لين اكس اللي هي طلعناها قبل كده اللي هي اكس باور سالب 2 اللي هي 1 على اكس سكوير. الخطوة بعد الميو انك بتضرب الميو دي في الزد بقى اللي انت بتجيبها، مش في الواي، في الزد، عشان انت عندك لينير ان زد بتساوي تكامل. الميو دي مضروبة في الكيو اكس اللي هي اكس تمام، دي اكس طبعا بتساوي ايه؟ دي هتروح مع التربيع اللي هنا تبقى 1 على اكس اللي هو التكامل بتاعها بلين اكس زائد سي، هتضرب في اكس سكوير عادي هتلاقيها ان الزد بتاعتك بتساوي اكس سكوير في لين اكس زائد اكس سكوير في السي. ما تسيبهاش كده، انت هو مديك الواي والاكس، انت طلعتها له زد واكس، هيقول لك ايه الزد دي؟ فانت شيل الزد بتاعتك وتحط مكانها الواي بتاعتك اللي هي واي باور نص بتساوي اكس سكوير لين اكس زائد اكس سكوير سي. لو عايز تشيل النص دوت وتحط تربيع هنا عادي، ده المسألة كده يعتبر خلصت. يبقى كل الحكاية، كل الحوار في المسألة ايه؟ انك لحد هنا كده دي مسألة قديمة، نفس الجزء الأول من الفيديو، انك بتحدد انها لينير ان ايه، بعد كده تجيب الميو اوف اكس، بعد ما تجيب الميو اوف اكس بتضربها في الزد بتاعتك او تضربها في الواي بتاعتك كأنها واي، وتكتب القانون بتاعك وتطلع دوت وتعوض، هتلاقي خلصت الفكرة. بس انك هنا مش لينير، فانت بتتحايل عن المسألة تبقى لينير، فانت كل اللي بتعمله انك بتعمل شوية شغل كده ولا حاجة، انك انت عارف انت عايز توصل لإيه، فانت الشغل بتاعك مش صعب. يعني انت لو انا بحل كده وانت تهت عادي قشطة، انت عارف انك عايز توصل لحاجة
ان الواي داش تبقى لوحدها. فانت لما خليت الزد لقيت ان الزد داش بقت لوحدها، فانت الموضوع دوت سهل. انت عارف التارجت بتاعك ايه، فتعرف تجيبه بس بأي وسيلة بقى. حتى لو انت عايز تحفظ دول بس كده، اللي هو يعني دي عبارة عن اللي هي واحد ناقص ان، اللي هي واحد ناقص ان عادي، بس اللي هي اصلا قانون اللي احنا لسه قايلينه من شوية. فانت افهم الموضوع، وهي سهلة ان شاء الله ما فيهاش اي حاجة، ويعتبر كده الجزء الاول من الكورس بتاع اللي هو الاوردينري ديفرنشال ايكويشن خلص. اللي هو ايه، عشان ما ننساش ان هي بنحل واي اوردر واحد في الديجري فيرست، يعني فيرست ديجري فيرست اوردر، اللي هي واي داش، والواي داش دي مرفوعه لباور 1، اللي هي كل الطرق السبع طرق اللي هي السيبرابل والسبستيتيوشن والهوموجينيوس وكل الطرق دي، كنا بنحل واي داش مرفوعه لباور 1. الفيديو الجاي والفيديوهات الجايه يعني هنحل واي دبل داش بقى، ونحل واي تريبل داش، ونحل حاجات بقى الهاي اوردر يعني. وتقريبا اسهل من ده، عشان ده طريقه واحده بتحل بيها، مش طريقه واحده بتحلهم يعني، مش هتقعد تدور على طرق كتير عشان تعرف تحل. بس اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله يكون بإذن الله سهل.